أهلا بيكو في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا ليتاليانو كل لارا. هناخد مع بعض النهاردة تاني درس وهو إي برونومي ريلاتيفي للمستوى بي أونو. زي ما انتو عارفين ان احنا المرة اللي فاتت شرحنا الدرس بتاع البرونومي كومبيناتي وده كان أول درس في المستوى ده. النهاردة هنشرح تاني درس وهو ضمائر الوصل. درس ضمائر الوصل مهواش درس صعب، بالعكس هو يعتبر برضو لحد دلوقتي من الدروس السهلة. يعني لو كنا قلنا إن درس البرونومي كومبيناتي درس صعب، فدرس النهاردة إلى حد ما سهل. طيب دلوقتي عندي أنواع ضمائر الوصل. أنواع ضمائر الوصل هما 3 أنواع. أول حاجة عندي كي، خلاص. فالضمير كي بمعنى الذي، بستخدمه للعاقل وغير العاقل. بستخدمه للعاقل وغير العاقل، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول الكتاب اللي اشتريته أو الكتاب الذي قمت بشرائه أو الولد الذي قابلته، فأنا دلوقتي ده عاقل وده غير عاقل، فأنا أقدر أستخدم معاهم كي. فأنا أجي أقول il ragazzo che ho incontrato ieri è mio amico، يعني الولد الذي قابلته أمس هو صديقي. Il libro che ho comprato era molto interessante، يعني الكتاب اللي أنا اشتريته كان كتاب شيق جدا. La città che ho visto era il Cairo، يعني المدينة اللي أنا شفتها خلاص كانت القاهرة. يبقى أنا عندي سواء il ragazzo, il libro, la città، سواء كانت ناس بشر أو سواء كانت جماد، فأنا ينفع استخدم معهم كي عادي جدا. يبقى أنا هنا قلت إن إحنا عندنا 3 أنواع. طب النوع التاني إيه؟ النوع التاني عندي ضمير وصل اسمه il quale أو la quale في حالة المفرد، سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث، سواء i quali أو le quali. ده ضمير وصل، ولكن الفرق ما بينه وبين كي ايه؟ الفرق ما بينه وبين كي ان انا دلوقتي لو عندي في الجملة حاجتين مفعولين او 2 فاعل، فانا عاوزة احدد المفعول ده. يعني مثلا لما اجي اقول ايه لاميكا دي ماركو كي او انكونتراتو، فانا عاوزة اقول ايه صديقة ماركو التي قابلتها. لو انا قلت لاميكا دي ماركو كي او انكونتراتو، يبقى انا هنا ممكن اكون قصدي على ان انا شفت ماركو، فقال لي لا انا قصدي ان انا اشوف لاميكا دي ماركو. فاعمل ايه ساعتها؟ قال لي ان انا هحط لا اللي هي اداة التعريف اللي احنا كنا اخدناها في الكتاب الاولاني الخاصة بالمفرد المؤنث، وعليها كوالي. طبعا كوالي هو يعتبر برونومي irregolare اخره حرف الايه، تبقى لاميكا دي ماركو لا كوالي او انكونتراتو. يبقى انا قصدي هنا صديقة ماركو التي قابلتها. لو انا قلت مثلا ماركو اي ماركو لاميكو دي لاورا il quale lavora in banca، الذي يعمل في البنك، يبقى انا عرفت هنا ان انا بتكلم عن ماركو، وماركو هو اللي شغال في البنك. ليه؟ لان عندي il quale، فالإل هي أداة مفرد مذكر عايد على ماركو. طب أنا لو قلت إيه؟ لو قلت ماركو لاميكو دي لاورا لا كوالي لافورا إن بانكا، يبقى أنا كده خلاص ممكن يكون أو مش ممكن يكون، يبقى أنا كده قصدي إن لاورا هي اللي شغالة في البنك. تالت ضمير عندنا أو تالت نوع هو ضمير الوصل كوي مع حروف الجر. انا بستخدم النوع ده مع الافعال والاماكن اللي بتحتاج حرف جر، خلاص. يعني لما اجي اقول il ragazzo di cui ti ho parlato، يعني الولد اللي انا كلمتك عنه. طيب انا على اساس ايه حطيت دي كوي؟ لان انا عندي parlare di يتحدث عنه. la ragazza in cui ho fiducia، الفتاة التي اثق بها. يبقى أنا هنا عشان عندي تعبير avere fiducia in، يعني يكون عنده ثقة في.
il luogo in cui sono andato, يعني المكان الذي ذهبت إليه. طيب أنا أعرف منين إن parlare أو تعبير avere fiducia أو كل الحاجات دي بتاخد حروف جر؟ خلاص، هي الفكرة إن أنا لازم أكون already عارفاها، يعني ممكن نقول إن دي النقطة الصعبة في الدرس ده. تمام كده؟ ماشي. نيجي بعد كده عند هنا، بيقول لي حرف الجر المستخدم هو حرف جر خاص بالمكان أو خاص بالفعل. يبقى أنا عندي parlare di، خلاص يتحدث عن، avere fiducia in، يكون عنده ثقة في، يبقى أنا لازم أكون عارفة. طيب عندي بقى شوية ملاحظات. أول حاجة عندي إن كي خلاص بيستخدم للإشارة للمفرد والجمع المذكر والمؤنث، يبقى أنا بستخدمه الكل، يعني أنا بقول il ragazzo che incontro oggi، الولد الذي أقابله اليوم، la ragazza che incontro oggi، البنت أو الفتاة التي أقابلها اليوم، i ragazzi che incontro oggi، جمع هو بقى مذكر، الأولاد الذي سأقابلهم اليوم، أو le ragazze che incontro oggi. خلاص، هو هنا بس المفروض دي هنا تبقى حرف الايه، انا غلطت وانا بكتبها، اي البنات التي ساقابلهم اليوم. طيب دلوقتي بعد كده عندي سؤال بيقول ايه، في ضمير وصل جمع؟ الاجابه اه، في ضمير وصل جمع. ايه هو بقى؟ هنا بيقول ايه، توتي quelli che أو tutto quello che أو tutti coloro che، الاتنين دول جمع. يعني أنا لما أجي أقول tutti quelli che ho incontrato oggi erano italiani، يعني كل الناس اللي أنا قابلتهم النهاردة كانوا إيطاليين، أو tutto quello che stai dicendo non è vero، يعني كل حاجة أنت قلتها مش صح. يبقى دول ضميرين جمع من ضمنهم برضه tutti coloro che. يعني مثلا لما اجي اقول tutti coloro che imparano la lingua sono stranieri، يعني كل حد بيتعلم اللغة هو شخص ايطالي، سوري اجنبي. طيب ده كان درس النهاردة، خلاص اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الحلقة الجاية ان شاء الله هكلمكم عن مدينة نابولي للناس اللي هم عاوزين يروحوا يشوفوها، وما تنسوش تكتبولي تحت في التعليقات خلاص الأسئلة اللي انتوا عاوزين تسألوها لي لو في حاجة انتوا مش فاهمينها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وأشوفكم في الحلقة الجاية. تشاو.